عملات كرام، عرض اليوم تابلت بي 960 من شركة جيتا، بيأتي بالألوان الذهبي واللون الرصاصي، يأتي بشاشة حجمها 9.6، شاشة كبيرة، شاشة HD، يدعم شريحتين اتصال ويدعم الواي فاي، ذاك الجهاز 32 الرام 2 ويدعم ذاك الخلية تصل إلى 64. الجهاز باللغة العربية بالكامل. أيضا ملحق مع التابلت شنطة عبارة عن قاعدة تثبيت التابلت وكيبورد لكتابة النصوص. أيضا يمكن تحويل التابلت إلى لابتوب عن طريق وصلة OTG نضعها في مدخل الشاحن ووصله بالماوس، سريع في الاستجابة مثل ما احنا شايفين. ايضا صوت استيريو عالي واضح، نشوف مع بعض. تاريخية غرب المملكة العربية السعودية، تبلغ مساحة المدينة المنورة حوالي 589 كيلومتر. ايضا محمل مسبقا بعض التطبيقات والالعاب كتطبيق هلا بيبي الخاص بالاطفال. يحتوي العديد من الأقسام والألعاب الخاصة بالطفل، يحتوي على ستور خاص بالطفل من عمر سنة إلى 11 سنة، أيضا ألعاب مسلية للأطفال كقطع الورق، طي الورق لتشكيل قوارب أو ورد أو طائرة والعديد من الأشكال. ملحقات التابلت: ستيكر حماية للشاشة، شاحن، سماعة، قلم تاتش، كتالوج باللغة العربية والإنجليزية. للطالب أعزائنا الكرام، زيارة معرض في المدينة المنورة أو زيارة موقع عجيب غريب، شاحن مجاني جميع مدن المملكة.